أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة تتعلق بالهجرة إلى بلاد الكفار. إلى بلاد الكفار. هذا السائل يقول: عندنا في بلاد الكفر أنه إذا أراد الرجل أن يتحصل على الجنسية يقسم على أن يكون وفيا لهذه البلاد الكافرة، هل يجوز له فعل ذلك؟ وما حكم حصوله على جنسية تلك الدولة؟ لا يجوز له أن يأخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذها خضع لأنظمتهم الكفرية ويجبرونه على ذلك لأنه أصبح من رعاياهم، فلا يجوز له أن يتجنس بجنسية الكفار. لكن إذا كان مضطرا للإقامة هناك يقيم مع احتفاظه بدينه ولا يدخل تحت جنسيتهم، يبقى على جنسيته في بلاد المسلمين.